وفي سوهاج نظمت منطقة السوهاج للكاراتيه يوما رياضيا بمشاركة عدد من مراكز الشباب في البطولة التنشيطية على مستوى مراكز محافظة السوهاج. وأوضح الدكتور محمود أبو خبر رئيس منطقة السوهاج للكاراتيه بأن هذه الفعاليات الرياضية لمختلف الأعمار والفئات من البنين والبنات، وأن المسابقة التنشيطية التي نظمتها المنطقة تهدف إلى تنمية مهارات لاعبي الكاراتيه فنيا وبدنيا لتكوين فريق الموهوبين والواعدين الذين يمثلون السوهاج في كافة المحافل الرياضية المحلية والقومية. خالد المشنب وساهر المنتصر من سوهاج. منطقة سوهاج الكاراتيه تنظم يوم رياضي وبطولة تنشيطية لتكوين فريق الموهوبين. تواصل منطقة سوهاج الكاراتيه تنظيم الفعاليات الرياضية لمختلف الأعمار والفئات بنين وبنات. ويأتي اليوم الرياضي بمشاركة عدد من مراكز الشباب في البطولة التنشيطية على مستوى مراكز سوهاج. وأشاد الدكتور محمود أبو خبر رئيس منطقة سوهاج الكاراتيه بمجهودات أعضاء مجلس الإدارة كابتن محمد مهدي رئيس لجنة المدربين والكابتن أحمد شحاتة رئيس لجنة المسابقات. وأضاف أبو خبر بأن المسابقة التنشيطية تهدف إلى تنمية مهارات لاعبي الكاراتيه فنيا وبدنيا وفرديا وجماعيا كاتا وكوميتيه وتكوين فريق الموهوبين والواعدين يمثلون سوهاج في كافة المحافل الرياضية المحلية والقومية. النهاردة طبعا أمسية جميلة وسهرة جميلة مع البطولة التنشيطية للاعبي سوهاج. طبعا الهدف الأساسي من هذه البطولة أو الأمسية النهاردة تكريم أبطال منطقة سوهاج الحاصلين على المراكز الأولى والمتقدمة في بطولة الجمهورية للرانك للموهوبين والواعدين. طبعا البطولة كانت الشهر قبل الماضي، النهاردة اجتمعنا وأعضاء مجلس إدارة منطقة سوهاج للكاراتيه. طبعا هؤلاء اللاعبين حصلوا على المراكز من الثاني للخامس في بطولة الجمهورية للرانك الموهوبين. طبعا احنا لا نبخل على أبنائنا وبناتنا الأبطال بالتكريم السريع إن شاء الله. وطبعا بنشكر سياسة الاتحاد المصري للكاراتيه على إتاحة مثل هذه الفرص لبطولات الجمهورية للموهوبين والواعدين التي لم تكن موجودة سابقا، ولكن موضوع إنشاء مشروع الموهوبين والواعدين أنشأ بطل من داخل الصعيد، بقى فيه بطل من داخل الصعيد وبطلة من داخل الصعيد تشارك على مستوى الجمهورية وتشارك مع أبطال الجمهورية وأبطال المناطق الأخرى مثل القاهرة واسكندرية ومنوفية. البطولات والدورات التنشيطية بتساعد اللاعب على تفعيل التدريب. يعني أنا النهاردة لو أنا بتدرب شهر واثنين وثلاثة وما لعبش بطولة تنشيطية مش عارف أطلع التقنيات والفنيات الحديثة اللي ادهاني المدرب. المدرب بيديني فنيات في التمرين، لازم أفعل هذه الفنيات من خلال بطولات تنشيطية. كان معكم خالد المشنب وسهر المنتصر من سوهاج.